ايه يا حبيبي، انت لسه ما نمتيش؟ ايه ده؟ انت بتعيطي؟ افتكرت ماما بس. حبيبي معلش، انا عارفه ان احنا مقصرين في حقك، مكانش لازم اسيبك لوحدك، بس والله غصب عننا. معلش انا المشاكل اللي بيني وبين اشرف مش سايباني افكر ولا اعمل اي حاجه، بس اوعدك انا عندي كده يومين هروح دبي، اول ما ارجع انا معاكي في اي حاجه انت عايزاها، رجلي على رجلك، نخرج نتفسح ونعمل اي حاجه احنا عايزينها. ميرسي قوي يا قرب، انا ما عنديش اي مشكله يعني، وعارفه ان كل واحد عنده مشاكل وانا مقدره ده كويس. انا بس يعني مبسوطه ان انا وسطكم، انت عارفه ان انا عايشه عمري كله مع ماما، فيعني صدقت يعني احس ان انا وسط عيله حلوه زيكم، انا مفتقده الاحساس ده. احنا كمان يا حبيبي مبسوطين بيكي جدا على فكره. قولي لي بقى، اجيب لك ايه من دبي؟ ولا حاجه، بس تجيب السلامه. مساء الخير يا ملك، ازيك؟ الحمد لله يا اشرف. كويسه؟ الحمد لله. طيب تمام، حد هيوصلك المطار ولا تيجي اوصلك؟ اميره هتوصلني. ماشي ملك، كنت عايزك في استشارة طبية كده. انت عايز تستشير دكتور امراض نسا؟ هو الحقيقة فعلا محتاج استشير دكتورة امراض نسا. تحت امرك يا اشرف. عينيا. كنت عايز اسألك يعني، لو واحدة فضلت تاخد حبوب منع الحمل لفترة طويلة وما كانش سابق ليها الخلفة، هل ده بيأثر على الخصوبة؟ يعني ممكن لو احتاجت تخلف بعد كده ده يعمل لها مشاكل؟ في الحقيقة ممكن طبعا، وخصوصا يعني لو بتاخد الدواء ده مش تحت اشراف طبيب، بس يعني لو هي ما عندهاش اي موانع للحمل نديها ادويه منشطه، وممكن في الحاله دي تجيب نتيجه كويسه. طيب تمام، معلش يا بقى ملك دوشتك. انا يا ليك يا اشرف، تحت امرك اي وقت.